صباح الخير مشاهدينا وما بتابعونا، وبفقرتنا الأولى اللي بدأنا الحديث عنها والمنخفضات الجوية بعد ارتفاع غريب. يعني احنا دائما نحكي شهر 12 المربعنية البرد الأمطار، حتى الآن احنا بدرجات حرارة أعلى من المعدل ما بين 7 إلى 8 وأحيانا من 9 إلى 10 أعلى من معدلها السنوي العام. لهيك لازم نتعرف أكثر عن شو أسباب هذا الارتفاع وشو في منخفضات جديدة. كل هذه التفاصيل برفقة ضيفنا هنا في الاستوديو مدير عام الأرصاد الجوية المهندس يوسف أبو أسعد. صباح الخير. صباح الخير فرح، صباح الخير أخو علاء، صباح الخير لكافة الأخوة المشاهدين والمستمعين. يسعد صباحك. بداية نرجع لقصة المرتفع اللي جاي في شهر 12، ويمكن كنا نحكي هاي الأشهر دائما تحمل الخير والأمطار، شو سبب هذا الارتفاع في درجات الحرارة لحد يوم بكرة؟ يعني ممكن ضل في النهار إنه في ارتفاع، وما هو الجديد حول آخر مستجدات الحالة الجوية؟ نعم، هو الأمطار بدأت في الخريف، كان يعني في شهر 11 كانت أمطار ممتازة، ومع بداية شهر 12 كانت أمطار غزيرة في بعض مناطق شمال الضفة الغربية، وصلت ل 50% من معدلاتها السنوية العام الأمطار. لكن الانحباس اللي بدأ مع زي ما تفضلت اللي هو مع بداية اللي هو 23/12 انحبست الأمطار واستمرت لغاية يعني يوم غد. انحباس الأمطار هو نتيجة وجود مرتفع جوي سيطر على المنطقة. هذا المرتفع الجوي كان هو تبريد في طبقات الجو العليا من أصل سيبيريا، يعني أجواء باردة كانت تكون باردة في ساعات النهار وباردة جدا في ساعات الليل على المرتفعات الجبلية. لأن المرتفع هذا حال دون تقدم المنخفضات الجوية القادمة من غرب المتوسط أو من جنوب القارة الأوروبية. كان في هناك ثلوج وأمطار غزيرة في القارة الأوروبية، خاصة في إسبانيا والمناطق الأوروبية شمال أوروبا وجنوبها أيضا. لكن بإذن الله غدا في ساعات المساء سيتحول الجو، عندما تكون عندنا أمطار ومنخفضات جو تكون هناك الأجواء صحو في القارة الأوروبية، والعكس صحيح، يعني عندهم أمطار غزيرة في الفترة السابقة تتحول إن شاء الله اعتبار من غدا في ساعات المساء. كما تفضلت الحرارة وصلت يعني اليوم تصل على بالمعدل بحوالي 10 درجات، يعني معدل درجة الحرارة في شهر واحد لا بداية القدس حوالي 11 درجة، لكن اليوم تصل 21. صحيح. غدا في انخفاض في ساعات المساء، تتكاثر الغيوم، تسقط الأمطار على المناطق الشمالية بإذن الله، ثم تمتد تدريجيا في ساعات الليل إلى المناطق الوسطى بإذن الله. يوم الخميس أمطار غزيرة تشهدها البلاد، يعني بين الحين والآخر على مختلف المناطق الفلسطينية، مع انخفاض ملحوظ على درجات الحرارة. أيضا الجمعة هناك انخفاض، تنخفض درجة الحرارة بشكل ملموس وتعود حول معدلاتها السنوية العامة، ترجع درجة الحرارة 10 درجات في مدينة رام الله والقدس وهي المعدل الطبيعي لدرجة الحرارة، وأمطار خفيفة متفرقة يوم الجمعة، تعود الأمطار يوم السبت أمطار غزيرة على مختلف المناطق مع انخفاض آخر على درجات الحرارة. يعني نقدر نقول من يوم السبت لغاية الأربعاء الأسبوع الجاي أمطار ستكون غزيرة بإذن الله، السبت والاثنين والثلاثاء أمطار غزيرة على مختلف المناطق مع انخفاض حاد في درجة الحرارة. نعم. يعني أبرد درجة حرارة تكون يوم الاثنين، راح تصل العظمى 7 درجات. نعم. لست درجات في رام الله، وتصل الصغرى في المرتفعات الجبلية حوالي 3 درجات. وكيف يتوقع أن يكون فصل هذا الشتاء حتى نهايته فعليا مع هالبداية الغريبة نوعا ما، والجميع كان مستغرب من المربعانية وتحدثنا فيها في بداية الحديث، ولكن كيف صفاته العامة حتى نهاية فصل الشتاء؟ هل متحدث عن توقعات لتساقط الثلوج؟ هل فعليا هذه فترة منخفضات جوية أمطار ورح تنتهي، أم لا؟ كيف مبين الأمور حتى اللحظة؟ يعني التوقعات الموسمية دائما دقتها بتكون غير دقيقة، يعني الدقة لا تتجاوز 30%، لكن هناك في منتديات إقليمية، في منتدى عربي للتوقعات الموسمية، في منتدى الأوروبي، منتدى المتوسط، منتدى الكاريبي، يعني في منتديات عالمية للتوقعات الموسمية. إحنا على مستوى المنطقة العربية كان هناك توقعات موسمية وشاركت فلسطين، إحنا شاركنا مع زملائنا الخبراء العرب، فكان هناك توقعات للمنطقة أنه الأمطار هذا الموسم هي أقل من معدلها، بالإضافة درجة الحرارة هي أعلى من المعدل بقليل. يعني الموسم العام الماضي وصل الموسم حوالي 200% في بعض المناطق، وصل 150-180%، لكن هذا الموسم ستكون الأمطار هي أقل من المعدلات، وما حصل يعني يثبت ذلك. يعني لغاية الآن في بعض مناطق لم تتجاوز 20% من معدلات السنوية العامة بالأمطار، يعني الخير وصل 23%، هي كان أقل حظا. يعني
وأعلى كم يعني مثلا مدينة نابلس وصلت 200 ملم اللي هي يعني كمان قليلة مقارنة مع المعدل. يعني شهر احنا 12 صحيح. وشهر واحد هي جل الأمطار اللي بتيجي في الموسم الشتوي، وهي يعني بتشكل حوالي 70% من المجموع الشتوي اللي هو شهر واحد، شهر 12 شهر واحد. احنا صرنا في نص واحد لغايه الان الموسم ما وصلش يعني في بعض اغلب المناطق لما تجاوز 30%. مهندس يوسف، احنا يعني كنا نشهد خلال الاعوام الماضيه انه حتى فصل الشتاء كان يمتد، يعني احنا لحد شهر 5 و4 و5 وحتى في بدايه شهر 6 كان يكون هناك بعض الامطار. يمكن هاي اشياء لها علاقه بالاحتباس الحراري او لها علاقه بقضايا جويه. اذا بدنا نحكي الاسبوع القادم نحكي على منخفضين ولا منخفض واحد؟ لانه بعض الاخبار كانت تشير الى انه اسبوع حافل بالامطار والمنخفضات الجويه. نعم، هو الاسبوع القادم امطار يعني متوقعه من السبت حتى يوم الاربعاء، يعني الامطار متوقعه امطار ممتازه، لكن بعد الاربعاء تتوقف الامطار لاخر الشهر. يعني توقف تماما، يعني هو ما في منخفضات بعد يوم الاربعاء الجاي، ما في منخفضات، ولكن الاجواء بتكون بارده يعني مثل اللي مر علينا الهواء البارد. نعم، لا يعني هو ممكن يكون في هناك يعني المنخفضات الجويه تكون تعاقبها اسبوع زمان تكون ممتازه للقطاع الزراعي. اما الانحباس اللي كما حصل في الانحباس في الفتره هذه اللي احنا مرينا فيها، هذا بأثر على القطاع الزراعي، بأثر على المحاصيل الشتوية أو المزارعين بيعتمدوا على وهذه محطتنا التالية بعدك. يعني هي دائما رحمة ربنا، لو تأخر كمان الموسم كمان أسبوع ممكن المحاصيل الشتوية ضربت، لأنه المحاصيل الشتوية الجذور قصيرة والطبقة الخارجية للقشرة الأرضية بتكون تفقد رطوبة بسرعة نتيجة ارتفاع في الحرارة والرياح والعوامل الأخرى، فبتخلص الرطوبة منها فبأدي إلى ضرب المحصول كما حصل في حبسة الأمطار فترة في عام ما بين 2011 و2012. يوم تتذكروا كان في ثلج كان كثير، بعدين وقفت الأمطار حوالي 40 يوم ضربت المحاصيل الشتوية وكان في خسارة فادحة على المزارعين. لكن الحمد لله الموسم هذا المنخفضات الجاية هذه ستنقذ المحصول الشتوي. وتوزيع الأمطار مهم جدا للقطاع الزراعي، لكن نحن للقطاع الهيدرولوجي القطاع المياه نحن بحاجة لكل قطرة ماء أكيد. من السماء، لأنه ما عندنا أي مصادر مياه فقط اللي هي المياه الجوفية واللي هي تعتمد أصلا على مياه الأمطار. طب بدي أركز قليلا على مع بعض هذه المنخفضات الجوية اللي تحدثنا عنها من يوم غد مساء حتى الأسبوع القادم. بعدها تحدثت أنه ممكن يكون في توقف للأمطار أو للمنخفضات الجوية، كيف رح تكون الأجواء بشكل عام وبشكل تفصيلي؟ هل رح نرجع نشوف الشمس مثل الأيام القليلة الماضية؟ كانت ساطعة في بعض الأحيان، يعني وصلت لدرجات حرارة عالية. نعم بلا شك، يعني بعد المنخفضات الجوية سيكون هناك ارتفاع في درجات الحرارة واستقرار على حالة الجو، سيكون هناك مرتفع جوي يسيطر على المنطقة، لكن نأمل من الله أن يمتد كما امتد المرتفع الجوي الذي أثر على البلاد. يعني هي بشكل طبيعي إذا كان هناك فترة أسبوع 10 أيام ما بين المنخفضين هذا أمر ممتاز للقطاع الزراعي أيضا، لكن الأمطار الغزيرة فترة زمنية قصيرة هي أغلب الأمطار تذهب هدرا وتذهب إلى على البحر المتوسط أو على البحر الميت نتيجة الفلوتة على المية، لكن الأمطار اللي هي الخفيفة والمتواصلة هي أكثر أهمية للقطاع الهيدرولوجي والقطاع الزراعي. مدير عام الأرصاد الجوية مهندس يوسف أبو أسعد، شاكرين لك وإن شاء الله نتمنى أن الأيام القادمة تحمل لنا أمطار الخير وموسم خير إن شاء الله. يعطيك العافية وسعد صباحك. الله يسعد صباحكم، أهلا وسهلا.